السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنصب على كل اخواتنا وحبايبنا في كل مكان، احلى صباح عليكم في الدنيا وعلى كل متابعين القناة. بنصب على كل راجل جدع بيكتب لنا كلمة حلوة وبيدعمني، احلى صباح عليكم يا رجالة. النهاردة احنا طالعين نسير نفتح للزغاليل الصبحية، تمام، وحطينا كل زغلول في باب، هنوريكم كل زغلول في باب الاول، تمام. هو الجو بدأ يحلو خلاص الحمد لله، ونفتح لهم واحدة واحدة. يلا بينا يلا بينا، بسم الله. هو أحلى حاجة اللي أنت تخلي الزغاليل ليها معاد، يعني تخلي الزغاليل ليها معاد، فتحة واحدة بس وخلاص، تمام. دي الفرد اللي احنا خرطناه، لبلق ده ابو ودي. حطينا كل واحد في باب عشان ما يتبهدلوش. اشوف حاجه زي كده، دي تعبان اهو، كويس اللي هو في بابه عشان نديله علاج. كده كده نفتح لهم الوقت. باين كده اصفر الصوب بتاع الحاج ابراهيم، الصلاة على النبي، ربنا يبارك له. عايز تكسب الزغاليل فتحة واحدة بس، فتحة واحدة، تمام. الزغاليل تكسبها فتحة واحدة. الزغلول ما كانش يبعتر، تيجي تبص تلاقي كل زغلول في واقع طاير في ناحية، مش هيجمدوا. يعني تيجي تبص تلاقي كل زغلول طاير في ناحية، مصلحة ليك، يعني مصلحة للفئة. كل زغلول طاير لوحده، بعد كده تيجي تبص تلاقيهم لموا بعض، أصبح بومه جدعان، هيحفظوا بعض وتلاقيهم مية مية معاه. ولازم يعني هم صغيرين هتكروشهم كرشة وترجع تبعد بعيدة، خليهم ينزلوا على طول، ما تدرمش فرصة للزغلول يروح يقف منك في حتة، يعني كرشة صغيرة وتقوم سايبهم. وأحلى نشل الزغلول الصبحية أصلا، يعني أحلى نشل فرد الحمام الصبح.
لسه في زعل طير. الزعوبة يلعب ازاي؟ هما بقى ساعة ما يبدأوا يلموا بعض هتديهم على دماغه، لكن هو جاب الشبنجة مسافر مع نفسه. هختار هناك اهو. يعني بعمل ايه بقى؟ بقوم طالع الصبح فاتح لهم يلعبوا واسيبهم طول النهار مفتوح عليهم الشبكة يلعبوا بقى براحتهم، يطلعوا على العرق ينزلوا لمس يسبب راحتهم لمدة معينة. مدة معينة ازاي بقى يا معلم؟ يعني عند اول اسبوع يلموا بعض فيه ما عادوش هيسبوا على الشبكة خالص. يعني هتطيرهم الصبحية هي نص ساعة هتفتح لهم، وبعد كده تقوم عامل ايه يا معلم؟ وبعد كده تقوم عامل ايه؟ منزل الحمام، قافل على حمامك واخد بعضك ونازل، وتبقى شغال على كده. هتطلع الصبحية النص ساعة بتاعتك هتفتح لهم عليها، هياخدوا راحتهم ويلعبوا النص ساعة، وبعد كده تعمل ايه؟ هتقوم واخد قافل الشبكة على حمامك ومحبس حمامك ما ياخدوش راحتهم بقى. بعد كده يبقى الحمام مقفول عليه تحت الشبكة، ما يعذبكش، ما فيش فرد يرحل هنا، ما فيش فرد يرحل هنا. خلاص يبقى انت سستمتهم على على ميعاد معين. هتيجي تبص بعد كده تفتح الزغاليل بتاعك مش هتلاقيهم قدام منك. ليه بقى؟ واخدينها راحتهم وخلاص. هما اتعودوا يتفتح لهم في ميعاد معين. تمام، يبقى كده وصلنا لكم معلومة. ولو حد محتاج اي حاجة اكتبنا تحت واحنا نرد عليه. وبحب اشكر الناس كلها على دعمكم ليا يا رجالة، وبحب اشكر كل واحد معايا مشترك معايا في القناة. احلى مزاج، احلى صباح عليك في الدنيا وعلى كل متابعين القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.